في حديث عبد الله بن عبد العاص عندما فزع عندما قتل عمار، ذكر أباه بأن بما سمعه كلاهما في السنة التاسعة عند بناء المسجد، فجاء فزعا فذهب إلى معاوية قال له قتل عمار مرعوب، قال قتل عمار فكان ماذا؟ فقال لي عبد الله بن عبد العاص دحط في بابك أنحن قتلناه؟ ما يقدر ينكر هذه، إنما قتله من ألقاه بين رماحنا.